الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. استمرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بارتفاعها فوق حاجز 150 ألف دينار في محل الصيرفة ببغداد. وقال مصدر مالي أن سعر بيع الدولار في محل الصيرفة سجل 153 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما بلغت أسعار الشراء 152 ألف دينار لكل 100 دولار، مضيفاً أن مصرفي الرافدين والرشيد بشر بإجراءات بيع الدولار في منافذ مطار بغداد الدولي بسعر 1320 ديناراً للدولار الواحد من أجل تعزيز قيمة العملة المحلية أمام الدولار عبر تسهيلات الإجراءات وتحقيق استقرار أسعار الصرف. حدد خبراء اقتصاديون سببين لتأخر إقرار موازنة عام 2023 من قبل مجلس الوزراء، مرجحين أن إقرارها سيأخذ وقتا طويلا. وقال الخبراء إن أبرز أسباب تأخير إقرار موازنة عام 2023 من قبل حكومة السودان هي عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خصوصا بعد قرار الحكومة بتعديل سعر صرف الدولار من 1450 إلى 1300 دينار، معتبرين أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة الكثير من فقرات الموازنة. وبيّنوا أن هناك سبباً رئيساً ومهماً أيضاً يؤخر إقرار مشروع قانون الموازنة من قبل مجلس الوزراء، وهو عدم الاتفاق على حصة كردستان العراق ضمن القانون، فالمفاوضات مستمرة بين بغداد وأربيل دون أي نتائج، معتقدين أن إقرار الموازنة سيأخذ وقتاً طويلاً. رصد تقرير لمنظمة أوبك انخفاض الإنتاج الدولي الأعضاء 13 في المنظمة من النفط في شهر كانون الثاني الماضي بمقدار 49 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 28 مليون و 876 ألف برميل يومياً. وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، فإن أكبر الانخفاضات جاءت أولاً من السعودية، إذ انخفض إنتاجها النفطي نحو 156 ألف برميل يومياً ليصل إلى 10 ملايين و 315 ألف برميل، يليها العراق بانخفاض بلغ 46 ألف برميل يومياً ليصل إنتاجه النفطي إلى 4 ملايين و 424 ألف برميل يومياً. وأشارت إلى أن الدول التي ارتفع إنتاجها جاءت نيجيريا على رأس المجموعة بارتفاع بلغ 65 ألف برميل يومياً، تليها أنغولا بارتفاع بلغ 47 ألف برميل يومياً. قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن زيارته إلى الخرطوم تأتي في إطار مساعدة الشعب السوداني على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة. وأضاف أن زيارة الوفد للسودان تأتي في إطار مساعدة الشعب السوداني لتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، لافتاً إلى أن ما يزخر به السودان من إمكانيات هائلة تجعله يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي ومساعدة بقية دول العالم. وأوضح أن السودان أبوابه مفتوحة للاستثمار، مشيراً إلى الإمكانيات التي يزخر بها في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والذهب والمعادن الأخرى. انخفض معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة لشهر الثالث على التوالي وبشكل أكثر حدة مما كان متوقعاً. وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس إلى 10.1% في شهر كانون الثاني مقابل 10.5% في شهر كانون الأول، وهو ما جاء أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 10.3%. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء إلى 5.8% في شهر كانون الثاني من 6.3% في شهر كانون الأول. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
كتاب الموجز إلى اللقاء.